طبعا زي ما قلت في فرق كتيره عايزه تكسب، لكن مثلا سمعنا بعض التصريحات يعني المستفزه من عز الدين قناحي لاعب المغرب اللي قال لك منتخب مصر يتفنن في اهدار الوقت عندما يبدا في التسجيل ولا يلعب كره قدم جيده. يعني ما رايكم؟ واتسال كابتن فيتوريا وكابتن مصطفى محمد النهارده في المؤتمر الصحفي. والله بص يا اولجا، احنا ما بنلتفتش للكلام ده خالص. طبعا كل واحد بيقول حاجه، انما احنا لعيبتنا مركزين وعازلين نفسهم خالص عن اي مداخلات او اي حاجات سوشيال ميديا، لا خالص. يعني كانت ما بتاثرش، وتركيزنا كله في الملعب، واللي يتكلم يتكلم. يعني احنا اللعيبه عندنا بتاعتنا عندها خبره وقديمه. عايز اقول لك السنه دي ان شاء الله التناغم بينهم احسن كتير من قبل كده، لان لعبوا مع بعض اكتر. المدرب الحمد لله مدرب عالي جدا، مديهم ثقه ومديهم فنيات عاليه، تدريب وتدريب تخصصي الى اقصى درجه. فنقبل باذن الله كل ده، يعني ان شاء الله تكون نتائج مبهره باذن الله.